أحياناً كتير بنخطط لحياتنا، لكن القدر ممكن يكون له رأي تاني، وممكن تفصيلة صغيرة تغير كل مسار حياتك، وده اللي حصل معايا في اليوم ده. كنت أخدت قراري بإني أحسم أموري وأختار لحياتي الشكل اللي يناسبني. ما نمتش طول الليل علشان أنفذ قراري، كنت بعد الساعات للصبح. وفعلا اليوم ده مش بس كان يوم مختلف، لكن غير مسار حياتي كلها. رمزي، رمزي، صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا سيدي، ايه اللي جايبك بدري قوي كده وكمان من غير ما تعرفني؟ يعني هو انا محتاج اخد اذن عشان اجي مكاني ولا ايه؟ لا مش محتاج اذن ولا حاجه، ده لو كنت فعلا معتبر مكانك زي ما انت بتقول، بس انت اللي بتيجي كل فتره كده زي الضيوف، عشان كده بتتعامل معامله الضيف. عموما انا هعمل لك اللي انت عايزه، وانا مش عايز منك حاجه. خير؟ انا جاي راجع معاك حسابات الشهر اللي فات. حقك، اتفضل يا سيدي. انت مش ناوي تغير بقى الدفاتر دي وتطور الدنيا شويه ولا ايه؟ ما انا قلت لك كذا مره تشوف لنا حد يعمل لنا قبل المصنع، وانت اللي بتنفض. حاضر حاضر. بس انت لحقت تخلص الدفتر ده كله؟ انا تمام كده، هبقى اجي لك مره ثانيه كده علشان اراجع كام شهر اللي فات، اصل انا مستعجل دلوقتي. براحتك، تنور في اي وقت، ده انت اخويا الكبير برضه. بس معنى كده بقى انك مش جاي تراجع الدفاتر زي ما انت قلت؟ ده واحد من الاسباب. وبقيتي الاسباب؟ محتاج جزء من حسابات الشهر اللي فات. والشهر اللي فات ده ما بيخلصش ولا ايه؟ انت واخد حسابات 3 شهور قدام. عموما ما تقلقش، ده اخر مره هطلب منك فيها فلوس، مع انه من حقي. وانت واخد اكتر من حقك بكتير. معلش يا رمزي، انت عارف ان انا بجهز الاستوديو بتاعي، وده بالنسبه لي مشروع العمر. انا بجد بقى نفسي استقر، انا بقيت داخل على 40. والله انا حاسس النهارده ان انت فيك حاجه مختلفه، شكلك ناوي بجد المره دي. ويلكم بيك براذر. ما هو انا جاي لك علشان كده. طب قول لي يا سيدي، محتاج كام؟ يعني انا ممكن اخد 15 مؤقتا. مؤقتا؟ اصلي محتاج اكمل على الفلوس اللي معايا علشان اشتري الكاميرا اللي قلت لك عليها.
اتفضل يا سيدي، دول 10 مؤقتا. موضوع الكاميرا ده على اخر اليوم هيكون منتهي. اوكي، وانا عشان اريحك تماما انا جالك موضوع تاني مهم. ادخل في الموضوع. رمزي انا محتاج ابيع لك نصيبي في المصنع. انت عارف يعني انا عمري في يوم ما هاجي اطالبك ان انا اشاركك في ادارته. وبعدين انا عايز ابني نفسي في مجالي. صدقني يا فريد، مع انك اخويا الكبير، بس اسمح لي اقول لك انك غلطان. المصنع ده دايما هو اللي بيسعفك لما بتتزنق. امشي في سكتك زي ما انت عايز وخلي المصنع بقى. انا محتاج اكون حر. وبعدين انا قررت خلاص. هتندم. شكرا يا رمزي، مش محتاج لنصايحك. بس انا مش معايا المبلغ ده خالص دلوقتي. قسطهم لي. مش هقدر. لا هتقدر، بس انت عايز تذلني وتخليني محتاج لك طول الوقت. انا قلت لك مش هقدر. على الاقل السنه دي. انت عارف احنا جايبين بضاعه بكام؟ واديك شايف الدولار كل يوم في الطالع. اتصرف بدل ما اعمل تصرف يضايقك. ما توريني كده هتعمل ايه؟ هعمل فرز وتجنيب وهروح ابيع لاولاد عمك، وانت عارف دول ما هيصدقوا يشتروا باي سعر. ولاد عمك؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ده على جثتي، ده يكون اخر يوم في عمرك لما تفكر تدخلهم لي شركه في المصنع. انت بتهددني؟ عمر ما تخيلت ان ممكن اقف حتى ولو بالصدفه. ما شفتهاش في اغرب كواليس، لكن مع كل اللخبطه اللي كنت فيها بعد اللي حصل كان لازم اتصرف واسرع ما يمكن. لقيت نفسي بمشي مش عارف رايح فين. فات قد ايه انا مش عارف، لكن فجأة اكتشفت انه قريب من الجامعة. افتكرت حد اعرفه هناك ممكن يساعدني، لكن وانا في طريقي القدر حط قدامي خطة تانية، وممكن كمان تكون نسبة نجاحها اكبر بكتير. صباح النور. حضرتك بتعملي تفريغ صوتي صح؟ تمام يا فندم. طيب انا بكتب كتابه وبسجله بصوت، ومحتاج يعني ان انا افرغه. طب ما في برامج كتير بتعمل الموضوع ده دلوقتي. ما هو يعني لسه هيحتاج تنسيق وكده. معلش ثانيه واحده بس، الصوت ده مش غريب عليا. استاذ فريد صح؟ ذاكرتك قويه جدا. انا في الطبيعي ما بنساش حد، فما بالك بقى بصوت وشخص مميزين زي حضرتك. ميرسي ليك. ما تصورتش انك تفتكريني. حضرتك مسجل كام ساعه؟ هو مش حضرتك مسجل الكتاب بصوتك؟ اه يعني حوالي 4 ساعات وشويه. ياه، ده كتاب صغير جدا. ما انا لسه اصلي بكمل فيه، اصلي دول اللي سجلتهم لحد دلوقتي. مع حضرتك الملف؟ ملف؟ ملف ايه؟ الفايل اللي حضرتك مسجله بصوتك. لا لا، انا كنت جاي بس اتفق مع حضرتك الاول. لا الموضوع مش مستاهل يعني، دي حاجه بسيطه. عموما مش مشكله، ممكن تبعتهولي على الايميل. بس بجد شغلك صعب، انا وقفت متابعك بقالي شويه. كل شغل اللي تعبه يا استاذ فريد. طيب هيتكلف كام؟ لا انا لازم اسمعه الاول. بس عموما انا بفرغ الساعه ب 120 جنيه وان شاء الله مش هنختلف يعني، ما تقلقش. اه اوكي. طب ممكن اعرف هياخد وقت قد ايه؟ يعني لو على الاربع ساعات اللي حضرتك مسجلهم دول ممكن مثلا 3 ايام تقريبا. بس
ده انا بقالي حوالي تلت ساعه قدامي، وكان بيتهيألي الموضوع بياخد وقت اكتر من كده. ما نبهتنيش ليه اول ما جيت؟ علشان ما رضيتش اقطع تركيزي. اصل انا كمان لما دخلت لقيتك مركزه قوي، ففتحت الميل واتشغلت باوفر كان جاي. بس انا جيت متاخره النهارده يا استاذ فريد، وبعدين انا يا دوبك لسه فاتحه قبل ما تخبط لي بمفيش خمس دقايق. معلش، يمكن موضوع الميل اللي جالي ده حسسني ان الوقت اللي عدى كان كتير. طيب انا لازم امشي. تمام، هتبعت لي الملف امتى؟ حاضر حاضر. كان لازم ارجع لخطتي الاولى. احيانا علاقاتك القديمه بتكون دايما الحل، بس كل خطه لازم يكون ليها ترتيب، وعقلي وقتها كان عاجز تماما عن التفكير. ما كانش فيه قدامي غير ان اسيب الامور تمشي زي ما الطيار يوديها. مظبوط صح؟ صباح الخير، ايه النشاط ده كله؟ واتسام فين بقالك شهرين؟ انت حاسبهم لي؟ طبعا، من يوم الايفنت. معلش، اصلي كنت بجهز في الاستوديو. تشرب ايه؟ خير؟ اكيد عايز حاجة؟ انت بتجيش كده من غير سبب، وخصوصا بعد الفترة الطويلة دي كلها. محتاجك تساعديني في موضوع مهم. لو قبلتي هنقدر نفتح الكافيه مع بعض بالشكل اللي انت عايزاه. فريد، انت عارف دي المرة الكام اللي تيجي تكرر فيها نفس الكلام؟ بس عمرنا ما اتفقنا على ميعاد. والمرة دي هنتفق؟ ثانية واحدة راجعين. اتفضل. معاك. باختصار كده علشان وقتك. محتاج لك في خدمة فيها مصلحة ان احنا الاثنين. انا وانت في مصلحة واحدة؟ وانا هتكون مصلحتي ايه بقى؟ ما انا لسه قايلك، انت مش محتاجة الشيك عشان تفتح الكافيه؟ خلاص، هكون انا الشريك وبالشروط اللي انت عايزها. ايه يا فريد، انت ورثت ولا ايه؟ لو ساعدتيني فعلا هورث. ها كمل اللي هقوله لك ده، سواء وافقت بيه او ما وافقتيش هو بيننا احنا الاتنين بس. اكيد انت مجربني قبل كده كتير. أنا من نص ساعة قبل ما جالك على طول جالي خبر مصيبة تاني يا فريد. رمزي كان متعود يروح المصنع كل يوم بدري قبل العمال. من الواضح إن في حد من اللي عارفين الموضوع ده، وكمان عارف إنه بيجيب فلوس النهاردة معاه، فراح له مكتبه فجأة. شكله كده واحد من العمال، وانا زي ما اتبلغت واضح كده ان في خناقه كبيره قامت ما بينهم.
فالشخص ده قتله وسرق كل اللي في الخزنة. استنى هنا، انت عرفت كل ده ازاي؟ ما انا قلت لك واحد من العمال كلمني، وانا قلت لهم يبلغوا البوليس فورا واروح لهم بعد ما امشي من عندك على طول. وانا هقدر اساعدك ازاي؟ شوف يا ناس، انت عارف ان انا هكون الوريث الرئيسي، لان رمزي ما كانش عنده اولاد، وفي بعض الناس كانوا عارفين بيننا خلافات، وكون الوريث الاول فطبعا هتكون انت المشتبه الاول. وبعدين استنى هنا، هو المصنع ده ما فيهوش كاميرات مراقبه؟ للاسف بابا ما ركبش كاميرات في المصنع، ما جاتش في دماغه، ورمزي من كتر ما كان مضغوط من ساعه ما مسك فكان بيأجل الموضوع كل شويه. والله يا ناس ياما نصحته، عمره بقى ربنا يرحمه. طب انت عايز مني ايه؟ انا لو اتسالت كنت فين وقت الجريمه ما عنديش اي اثبات. هقول ان انا كنت عندك هنا الساعه 7 الصبح، انا عارف انك بتفتحي في الوقت ده عشان الجامعه، فهقول ان انا كنت مطبق وعديت عليكي، شربت فنجان قهوه وقعدت معاكي شويه. بس انت عارف ان انا عندي كاميرات. ما هي دي بقى النقطه المهمه، انا هلعب في توقيت الكاميرات، هبدرها ساعتين وهرجع ادخل تاني كاني لسه داخل، ونمسح الساعتين اللي فاتوا، وفي نص النهار كده هقطع عنها الكهرباء نفس المده كان الكهرباء قطعت، وهرجع التايمر تاني. المهم ان بان في الكاميرات داخل عندك الساعه 7. وتفتكر ان هدخل نفسي والمحل في موضوع زي كده؟ انت عارف معنى ان البوليس يجي ويستجوبني ايه؟ سمعه المكان. ما تقلقيش، هو انت متهمه؟ شوف يا فريد، انا ممكن اساعدك في اي حاجه حتى لو ماليش فيها اي مصلحه، لكن دي انا اسفه مش هقدر. مش علشان الاقي حد، لكن علشان الاقي حد اتحمى فيه. بس ساعتها قلت الناس ليه لا، ليه ما يكونش ضياء الحمايه والحل في نفس الوقت؟ يمكن القدر بيقدم لي الحل زي ما وقعني قبلها في المشكله. We'll be right back.
انت جيت امتى؟ الساعة كام دلوقتي؟ هي دلوقتي 11:30. طب انت واقف ليه ما تقعد؟ دي اغسل وش واجي لك. مش كنت تديني خبر قبل ما تيجي؟ معلش انا جيت على 4 الفجر وما رضيتش ازعجك. ابعد البتاع دي عني عشان بتتعبلي صدري. حاضر يا ديوق. فريد عايزك تاخدني المصنع عند ابوك عشان ليا عنده 2500 جنيه واخدهم مني، انا محتاجهم. 2500 جنيه؟ ليه انت مسلفهم له من سنة 80؟ انت قلت لي على الموضوع ده يجي 50 مرة وكل مرة اقول لك انه مات. عموما لو ليك اي فلوس انا هبقى اجيبهم لك. هو حلمي مات؟ ضياء من 3 سنين. يا انت ما بتسألش عليا ليه انت واخوك؟ ده انا خالكو. يا ضياء ما انا عندك اهو كل اسبوع، وبعدين ما انا قاعد اهو معاك وبطمن عليك. اها كتر خيرك يا اخو. فطرت؟ لا ما فطرتش. عايز تنقيك من الغاب؟ لا 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 تشيز. يا ريت تكون مرة تشيز. ميرسي. الو. ايوه انا حضرتك. بس انا كنت عندكم النهارده الصبح. ماشي العفو. احيانا او يمكن دايما ما بنعملش حساب لبكره، خصوصا لما تضطر تلجأ لحد انت طول الوقت غلطان في حقه، فعمرك ما هتكون متوقع رد فعله هيكون ايه. كنت مضطر المره دي اكشف كل اوراقي لان ده كان رهاني الاخير. جايبكم من غير ميعاد؟ ممكن ادخل بس وافهمك؟ خفت اتصل بيكي ما ترديش او تكون عامله لي بلوك. وهعمل لك بلوك ليه؟ هو انت عملت لي حاجه؟
والله مو انت عارف ان انا بجهز في الاستوديو ومضغوط جدا. الموضوع ده بالنسبه لي مشروع العمر. انا بجد بقى محتاج ان انا استقر. وده يخليك ما تردش على تليفوناتي؟ انا كنت مستني اخلص الاستوديو فعلا. وخلصت؟ قربت. يا ترى بقى جاي تستلف فلوس كالعاده؟ اولا كل جنيه استلفته منك هرجعه له شهر من بدايه الشغل. وثانيا؟ ثانيا لو لسه عند رأيي في موضوع الارتباط فأنا خلاص كلها 3-4 أشهر وهقف على رجلي وهكون جاهز. عارف إنك مش مصدقاني بس هتشوفي. فريد أنا بقى اللي هقولك. أولاً أنا عايزة باقي فلوسي من آخر سيشن عملناه بتاع الجوليري. مش واخد بالك ان انت ما حسبتنيش على لحد النهارده؟ هحول لك النهارده الفلوس على حسابك. والله لسه محاسبني من اقل من اسبوع. لا يا فريد، انت متحاسب عليه من اكتر من شهر. للاسف يا بيبي، انت لسه ما بتعرفش تكذب. ثانيا بقى وده الاهم، لاني عارفه ان هاخد فلوسي ازاي. تقدر تقول لي انت ايه اللي جايبك بعد شهر ونص ما بتردش عليا فيهم؟ على فكره يا فريد، انا ما كانش فارق معايا الفلوس على قد ما فرق معايا عدم ردك عليا. والله مو انت عارفه انت عندي ايه. انا كنت بس بمر فتره صعبه الايام دي. مو انا خلاص داخل على الـ40 وكان لازم الوقفه دي مع نفسي. طب تعالى هنيك. ماي انا واقع في مشكله، بس لو عديت منها حياتي كلها هتتغير، وانت بس اللي هتقدري تساعديني. محتاج كام يا فريد؟ الموضوع مش موضوع فلوس خالص. امال ايه؟ انا من حوالي 4 ساعات عديت على رمز في المصنع. كنت عايز ابيع له نصيبي. ورحت اتفاهم معاه. انا عارف ان هو بيكون لوحده هناك الصبح. بس لقيت مصيبه. حصل ايه؟ رحت لقيت رمز مقتول وخزنه المصنع مسروقه. وليه ما بلغتش؟ لأن هكون أول مشتبه فيه. طيب وأنا أقدر أساعدك إزاي؟ إذا يعني لو اضطريت أثبت مكاني، ده لو اتسألت هقول إن أنا كنت عندك هنا بصور في نفس الوقت دوت. عشان كده أنا جبت شنطة المعدات معايا. طب وأنا مطلوب مني إيه؟ لو اتسألت هتقول إن أنا كنت عندك هنا من الساعة 7 الصبح. 7 الصبح؟ أنت عارف إن يعني لو لا قدر الله اتقبض عليك أنا هعتبر شريكتك؟ ما تقلقيش لأن بجد ماليش أي دخل. طب أنت متأكد إن محدش شافك وأنت هناك؟ لا خالص، ده إذا كان محدش شاف اللي قتل أصلا. بص يا فريد، هي مخاطرة كبيرة قوي بصراحة، أنا مش هقدر. أرجوك يا مو، أنا ممكن كده مستقبلي يضيع. حاضر يا فريد، بس اتأكد الأول إن مفيش حد شافك وأنت هناك، لان لو حد شايفك وانت اصلا ما بلغتش ده هيبوظ لك كل حاجه. بس توعدني الاول. اوعدك باي حاجه. خلاص. بقول لك ايه، انت فطرت؟ او ما اغسلوش وجهي.
فريد. فريد، انت كنت مرتب تسافر ايطاليا الاسبوع اللي جاي مع ليلى صاحبة الاتيلي؟ مبروك، الفيزا جت. يبدو ان الشيء اللي ما بيجيش في دماغك بيكون هو الطريق الوحيد. اكتشفت في لحظة ان الحل كان في ايدي طول الوقت، بس مع ذلك كان بعيد كل البعد عن تفكيري. كنت بدور طول الوقت على مساعدات خارجية، مع ان الاجابة فعليا كانت هنا. انت عارف دي المرة الكام صورك بتبيع فيها؟ مش مهم العدد، المهم ان انا اقدر اوديك في 60 دقايق، خصوصا بقى بعد ما الواد اللي في الشارع اللي ورانا مات اوفر دوز. وانت عارف بقى لو بلغت عنك وتعرف انه كان زبونك ايه اللي هيحصل لك. لا 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 لا، مش هكررها تاني. وانا ايه اللي يضمن لي؟ ما الفيديوهات مع حضرتك. لا انا محتاج بقى منك حاجتين. أمورنا حضرتك. في ايه يالا مالك؟ تليفونك مقفول من الصبح. ليه يا فريد؟ عمال اكلمك من بدري. لا انا قفلته بس علشان كنت بروق المكان واعرف اركز. طب وكنت فين الصبح؟ انا بايت هنا من امبارح، ما خرجتش. حتى اسال عادل كان بيساعدني هنا. يعني ما اتحركتش من هنا خالص؟ لا. طيب اتفضل انت عادل دلوقتي وانا هبقى اتصل بيك. تأمرنا حاجة يا باشا؟ لا امشي انت عادل. تعال عشان عايزك في موضوع مهم. اتفضل. تشرب ايه؟ لا انا جاي لك مستعجل. تعال عشان ما عنديش وقت. قول لي في ايه؟ انت كنت فين الصبح يا فريد؟ ما انا قلت لك انا هنا من امبارح ما اتحركتش. انا جاي لك في خبرين مش كويسين، مش عارف هم وصلوا لك ولا لا. لا بيتهيألي ما اعرفش. طب اولا قبل ما ابدا، انا جاي بصفتي صديق ليك انت ورمزي. هاب خش في الموضوع، انت قلقتني. بايه في حياتك فريد؟ بايه في حياتي؟ في مين؟ في رمزي. لما كنتش تعرف رمزي؟ رمزي مات؟ اتقتل. رمزي اتقتل؟ امتى؟ النهارده الصبح الساعة 7 في مكتبه اللي في الورشة. بس الورشة بتفتح 8. واضح ان هو راح من بدري، كان عايز يكون موجود قبل ما العمال يجوا، او جايز كان مدي ميعاد للي قتله وكان عايز الميعاد ده يتم قبل ما العمال يجوا. قلت له 100 مرة يركب كاميرات في الورشة بس ما كانش بيسمع الكلام. ايه ده فريد؟ ايه ده؟ هو كان بيشيل فلوس كتير في الورشة؟ ليه؟ بس هو كان بيشتري بضاعة كل يوم 2، فلازم يكون معاه فلوس. والخميس بيعمل ايداع في البنك. النهارده الاثنين، يعني اكيد كان فيه فلوس. بتسال ليه؟ لان درج المكتب كان مفتوح وفاضي خالص.
وده لوحده دليل بيأكد ان سبب القتل ممكن يكون السرقة. يعني في سبق اصرار والقتل كان متخطط له من الاول. ايه الخبر التاني اللي كنت هتقوله لي؟ متهيألي مفيش حاجة اوحش من كده. ممكن برضه، بس الموضوع التاني ده مش بسيط. دي جريمة قتل يا فريد، وانت المستفيد الاول لانك هتكون الوريث الرئيسي، لان رمزي ما خلفش. تقصد؟ اقصد ان انت المشتبه فيه الاول. هي الجريمة طبعا مش في دايرتي، بس انا جاي هنا بصفتي صديق ابلغك واحذرك. عموما ابقى ايه في حياتك، لو احتجتني انا طبعا موجود. لحظة، استاذ فريد حلمي؟ ايوه. اخيرا، دي خامس مرة عدى عليك النهارده وما لقاكش. مين بقى حاسبنا على العطلة دي؟ اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا بشبه عليك، مش انا اللي كنت اخبطك الصبح؟ ايوه انت. يلا. طب لما انت كنت رايح له ما ادكش الحاجة ليه؟ الراجل ده مجانين. الراسل رمزي حلمي. طب بطاقتك ورقمك القومي وتعالى مديري هنا.